الملك باعتباره قائد الوطن ورمزه، وهو المشروع الذي أكدت الحاجة إليه دراسات وأبحاث فرق العمل المتخصصة في جماعة عمان لحوارات المستقبل، التي عكفت منذ 6 سنوات على دراسة مختلف قضايا واهتمامات وأولويات الأردن والأردنيين. فالجماعة تعمل من خلال فرق عمل متخصصة يضم كل فريق منها خيرة الخيرة من الخبراء والمختصين في بلدنا كل في مجاله، والتي تعقد اجتماعات عمل دورية متخصصة بمعدل مرة كل أسبوع لبعضها ومرة كل أسبوعين لبعضها الآخر، مثلما تجتمع جميعها مرة كل شهر، بالإضافة إلى حلقات النقاش التي تعقدها الجماعة لخبراء من غير أعضائها لتستأنس بآرائهم في القضايا الوطنية، كل ذلك بهدف تحقيق التكامل بالعمل وعدم التضارب والازدواجية، وقبل ذلك كله تبادل الخبرات والإثراء مبادرات الجماعة ومشاريع عملها التي تتقدم بها إلى الجهات ذات الاختصاص. ونتيجة لذلك كله، فقد وصلنا إلى أنه لا بد من بلورة مشروع وطني متكامل لتعزيز الرؤية الوطنية الموحدة التي تصدر عنها الجهود المبذولة على مستوى مؤسسات الوطن في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية، ولتحديد أولويات وطنية متفق عليها لكل قطاع، والاحتكام لمرجعيات محددة نحتكم إليها عند التقييم وإصدار الأحكام لمعرفة مدى النجاح والفشل والخطأ والصواب، حتى لا تكون مسيرتنا الوطنية أسيرة للاجتهادات الفردية لهذا المسؤول أو ذاك، مما يفقدها الطابع المؤسسي وتراكمية الإنجاز، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الهدر في الوقت والجهد والمال. الزملاء والزميلات، لقد جاءت جائحة كورونا لتكشف حجم التفلت في المجتمع الأردني، بالإضافة إلى ضعف الانتماء الذي كانت أوضح صوره تدني حجم التبرعات المقدمة للصناديق الرسمية التي تم إنشاؤها لمواجهة الأزمة التي شكلت خطرا حقيقيا على سلامة الجميع. ليس ذلك فقط، بل لقد تعرض الوطن إلى حملة ابتزاز مالية لا يقوى عليها، بالإضافة إلى استمرار حملات التشكيك في أداء الدولة عبر طرق عديدة، منها استحضار فيديوهات قديمة أو مفبركة للأجهزة الأمنية، كما جرت محاولة المس بالقوات المسلحة مما يسمى بالمعارضة الخارجية، بالإضافة إلى أن مكنة الإشاعات ظلت عاملة طيلة أيام الأزمة. يستمر ذلك كله ويجري دون أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له دفاعا عن الوطن وقيادته، رغم ما نعيشه من الازدحام في المبادرات الأهلية المطروحة على ساحة الوطن، خاصة قبل الجائحة في مختلف المجالات ومن كل الأنواع، وهي مبادرات تهدف كما يقول أصحابها والداعمين لها إلى المساهمة في نهضة الوطن وتحسين مستوى معيشة المواطن، غير أن المواطن لم يلمس الأثر المطلوب لهذه المبادرات. إن جماعة عمان لحوارات المستقبل ومن متابعتها لما يجري في وطننا تعتقد أن إخفاق الجهود التي بذلت في المبادرات الكثيرة التي طرحت في بلدنا خلال السنوات الأخيرة يعود إلى أن غالبية هذه المبادرات انطلقت من خلال اجتهادات فردية ولغايات شخصية، ولم تنطلق من نظرة وطنية شاملة لتصب في مشروع وطني شامل متكامل يصنع صورة الدولة التي نريد بناءها والمنسجمة مع طروحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ورؤى جلالته وسبل وآليات تحقيق ذلك كله. لذلك فإننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ندعو إلى مشروع وطني متكامل من خلال جهد وطني لبناء هذا المشروع الذي يحقق ما يلي: ضبط إيقاع المجتمع وحشد كل الإمكانيات حول جلالة الملك، إيجاد آليات مؤسسية لترجمة أفكار ورؤى جلالة الملك على أرض الواقع، المحافظة على هوية الدولة الأردنية ومجتمعها، إعادة بناء المجتمع على ضوء مضامين هوية الدولة، تعظيم منظومة القيم والولاء والانتماء، تحديد المرجعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية للدولة والمجتمع الأردنيين، تحديد أهداف الدولة وأولوياتها في كل المجالات والقطاعات، تحديد أهداف الدولة وأولوياتها في كل قطاع ضمن خطة للتكامل بين القطاعات المكونة للدولة في إطار تنسيق الجهود وحسن توظيف الإمكانيات البشرية. إن بناء هذا المشروع من وجهة نظرنا من شأنه تحديد آليات تحقيق كل هدف من الأهداف الوطنية وآليات متابعة تحقيقه والإمكانيات المطلوبة لذلك، وبآلية التقدم ثم التقييم ثم محاسبة كل مقصر أو متقاعس أو مهمل بعد أن تحدد المرجعيات الحاكمة ومعايير الحكم على المواقف والأعمال.
وكذلك يستهدف المشروع حشد الجهود والإمكانيات الوطنية والبشرية والمادية وتنسيق عملها وتوفير الجهد والوقت والمال، توحيد الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل ضمن وضمان استمراريتها باعتبارها خطط وطنية عابرة للحكومات غير خاضعة لتقلبات الأمزجة والاجتهادات الفردية التي عانينا منها طويلا في السنوات الأخيرة وأفقدتنا مزايا المؤسسية وتراكم الإنجازات. تنسيق جهود المؤسسات والأفراد في القطاعات الرسمية والأهلية وترشيدها وجعلها جهود متكاملة غير متضاربة ولا ازدواجية بينها، قائمة على المشاركة الحقيقية بين القطاعين الخاص والرسمي، تحقيق الانصهار الوطني وبلورة الهوية الوطنية الجامعة، بناء الروح المعنوية للأردنيين وشد عصبهم الوطني وتعزيز انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم، مما يعني خروج شرائح كثيرة من الأردنيين من حالة الإحباط وحالة اللامبالاة التي سيطرت عليهم في السنوات الأخيرة إلى حالة الحيوية والإنتاج كما نريد وحسب ما يريد جلالة الملك. وستسعى الجماعة للتواصل مع الشخصيات والمؤسسات المهتمة في سبيل بلورة وإنضاج هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ندعو إلى بلورة مشروع وطني شامل يحشد كافة الطاقات والإمكانيات في الأردن في إطار موحد لحسن وحسن توظيفها، حتى لا يكون هناك تكرار في الجهد والوقت والمال، وحتى نساهم جميعا ضمن خطة وطنية واضحة ترتكز إلى مرجعيات محددة لإخراج الأردن من أزماته وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى شد العصب الوطني ورفع الروح المعنوية للأردنيين في سبيل بناء جبهة داخلية متينة وداعمة لجلالة الملك في خاصة في مواقفه المدافع عن حقوق الأمة في فلسطين، وأبرز تجلياتها جهود جلالته لوقف مخطط الضم الإسرائيلي لأقار الأردن وأجزاء من فلسطين العزيزة. نحن في جماعة عمان في هذا اليوم وفي السابق نحذر بصورة دائمة من الغرف السوداء التي تطلق إشاعات هدامة ضد الأردن وتركز على بعض السلبيات وتفبرك كثير من الفيديوهات أو تستحضر فيديوهات قديمة وتقول أنها حديثة بهدف زعزعة الجبهة الداخلية. وبالتالي من ضمن مخططاتنا ومن ضمن جهودنا في هذا المشروع هو مقاومة هذا المد من الإشاعات المغضة التي تعرض لها الوطن وبالتالي تفنيدها. نحن نفتخر بأننا من الدول القليلة في العالم وتجربتنا تدرس الآن كتجربة نموذجية رغم قلة الإمكانيات، نحن تفوقنا على دول عظمى في والأمر في هذا يعود كما هو أصبح معروف حزم جلالة الملك ولفكره الاستراتيجي، وبالتالي تدخل القوات المسلحة بأمر القائد الأعلى لها لضبط الوضع الصحي، وبالتالي حققنا إنجاز. نرجو أن يستمر هذا الجهد الوطني لبلورة للخروج أيضا من الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا على اقتصادنا. نحن الآن في صدد كجماعة عمان لحوارة المستقبل التي تضم بين جنباتها شخصيات عديدة مختصة في كل المجالات. كان لابد من إطلاق مشروع وطني شامل لمساعدة الحكومة على تخطي هذه المرحلة الصعبة بعد ما بعد جائحة كورونا. طبعا هنالك عدة نقاط مهمة في هذا المشروع، أهمها المشروع الاقتصادي. لابد من تضافر كل الجهود الممكنة لإنقاذ البلد وإنقاذ العالم، حتى لو تعرف العالم أجمع على مشكلة واحدة، هنالك تأثيرات على بلدنا، تأثيرات صعبة اقتصاديا واجتماعيا، فمنها البطالة، منها الوضع الاقتصادي بشكل عام، منها عملية الدين المتراكم، فلا بد من الإضاءة على هذه النقاط المهمة ومساعدة الحكومة ما أمكن، وإن شاء الله أن يكون هنالك تجاوب من الحكومة على 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 تقبل هذه المساعدة. وأعتقد دولة الرئيس والحكومة عندهم استعداد الكامل في تقبل المساعدة إن أمكن إن شاء الله. يا سيدي البداية أولا وأخيرا هو تمتين الجبهة الداخلية، وتمتين الجبهة الداخلية وهو مطلب لكل أردني حر. لا نريد أن نسمع لما يصدر من هنا أو من هناك. خلف قيادة جلالة الملك يجب أن نكون متوحدين متضامنين خلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. الرد السريع والحاسم دائما هو في وحدتنا الوطنية إن شاء الله.
أول شيء إحنا هون في جماعة عمال لحوارات المستقبل بنعتبر حالنا أسرة أردنية صغيرة بتحمل قضايا الأسرة الأردنية الكبيرة في ظل رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني الله يحفظه. كتير من القضايا اللي بنطرحها إحنا في الغرف الصغيرة والاجتماعات الكبيرة بتهتم بقضايا كتير كتير مهمة، وأهمها يمكن بالنسبة لي أنا قضايا الطفولة والمستقبل اللي هن حاملين مستقبل الأردن بإذن الله. يمكن في ظل جائحة كورونا صار في كتير من التعقيدات بخصوص التعليم، بخصوص حتى من الناحية النفسية، من الناحية العملية، من ناحية الأداء للمؤسسات الدولة. كتير حلو أنه يكون في يعني لجان بتتابع هون صح هون غلط هون، يعني بتعطي تعليمات يمكن من عيون مختلفة، يعني كل واحد من رؤيته وجهة نظره الخاصة. بجوز القضايا اللي احنا بنهتم فيها مثلا بخصوص الطفل مثل قضايا الهوية الوطنية، تعزيز الهوية الوطنية، اللغة العربية، قضايا بتهتم بنفسية الطفل وتعليمه وتهيئته للمستقبل. بعض القضايا اللي احنا اهتمينا فيها بالفترة الأخيرة خاصة بوقت جائحة كورونا كانت بتهيئة الناس للعودة مجددا للحياة العامة. يعني كتير من العالم صار عندها نوع من الإحباط من ناحية الاقتصادية من ناحية، وهذا مش صحيح. يعني الأردن قوي والأردن قادر على أنه يستمر بجائحة، وإحنا أثبتنا هذا الشيء بأداء المؤسسات خاصة قطاع الصحة والمستشفيات والأطباء، وكان في أداء جدا يعني مشرف. وهذا النموذج اللي قدمه الأردن لكل العالم، اللي كانت كل العالم غيرانة من الأردن، كل العالم عم تتطلع عشان تعمل نفس الخطوات اللي الأردن قدمتها. بنتمنى نكون انه هذا نموذج بكل المجالات وبكل القطاعات، يعني سواء السياحة، الاقتصاد، التعليم، كل النواحي. اقتصاديا انا بالنسبة لي اهم شيء يعني برأيي انه نركز على الزراعة والصناعة، و يعني اعطاء أولوية للزراعة، لانه احنا الامن الغذائي اصبح من أولوياتنا خاصة بعد ما مرينا بهاي التجربة، تجربة جائحة كورونا، وشفنا كيف لو ما في استيراد ولو ما في تصدير ولو تسكرت علينا لأي سبب من الأسباب، الله لا يعيدها ولا هذا، بس لازم الاحتياط أنه الإنسان يكون عنده أمن غذائي و الاكتفاء ذاتي. أهم شيء الإنسان اللي هو البلد كيف تعرفها أنها هي يعني متوازنة وأمورها تمام اقتصاديا، إذا تأكل مما تزرع، تلبس مما تصنع، يعني يكون أمرنا بإيدنا، وهذا هو اللي بيخلي القرارات تكون مستقلة حتى سياسيا كل ما الإنسان كان مكتفي. فأنا أهم شيء بشوف أنه إن يكون في توجيه عام للصناعات، الحرف اليدوية، لقطاع الزراعة بشكل يعني مشدد، بأنه مش لازم كل طالب يتخرج من التوجيه يروح على طب وعلى هندسة، لازم يكون في تشجيع لدخول هاي القطاعات ولكن بحرفية أكتر، يعني مش مجرد هواية أو يعني بطريقة عشوائية، لازم تكون بطريقة مدروسة بدعم من الدولة بخصوص البذور، بخصوص الآلات الزراعية.